يكون معنا بلانينج. والبلانينج عاده نتكلم عن ايش؟ خطوات او تخطيط كيف راح تعمل البروجكت. طيب ديزاينينج اناليسيس. الاناليسيس بيكون عن فيه فانكشنال ونون فانكشنال ريكويرمنتس. الفانكشنال ريكويرمنتس تتكلم عن هاردويرز. ايش الهاردويرز اللي بتستخدمها في الجهاز في البروجكت؟ بيكون فيها تيبل، عباره عن تيبل راح تعمله وبيكون كبير جدا. بيكون فيه الايتم، حط عليها اي دي ديسكريبشن كوانتيتي. اي دي ديسكريبشن كوانتيتي. طيب نجي للي بعده، نون فانكشنال ريكويرمنتس. السلام عليكم. نون فانكشنال ريكويرمنتس تيبل بس عليك شرط التيبل كلهم فانكشنال ونون فانكشنال عباره عن تيبل. النون فانكشنال ريكويرمنت يكون فيه ايش؟ الاشياء بالضبط، السوفت وير، المينتننس لو كان في صيانه، التدريب تريننج بيكون فيها، السكيورتي، الاديوكيشن، الاويرنس، كلها بتكون وين؟ في النون فانكشنال ريكويرمنت. طيب نجي بعدها ليش؟ ونفس الحكايه اللي كنا نقول تيبل بالضبط. يكون بعدها ايش؟ يكون بعدها اناليسيس. يكون عندنا ديزايننج. الديزايننج قلنا اشبه ما يكون هو تصميم، فبذلك تحط لي صوره كبيره تصمم الشبكه وتشرح اجزائها. هذه الشبكه هنا وهنا عمل كونكشنز، هنا عملنا الكونكشنز كامله وصار كذا بالضبط تصميم الشبكه حقتنا. هنا عندنا راوتر، هنا عملنا كذا، هنا الاكسس بوينت، هنا كذا كذا. طيب بعدها يكون ايش؟ الامبلمنتيشن تنفيذ تصميم للديزاين. بيكون دوكمنتد، لا تكتب شيء الا موثقه. صوره وشرح، والله احنا راح بدانا خطواتنا، عملنا التوبولوجي، عملنا الديزاين. هذا اول خطوه تعمل ايش؟ سكرين شوت فيجر بيكون عندنا بالديزاين كامل. طيب شيكنا الكونكتيفيتي بالاكواد الفلانيه، تفضل هذا ايش؟ النتائج. هذا الكونكشن، عملنا الكونكشن اللي هنا. طبعا ما راح تعمل كل واحد، لكن خذ سامبلز كونكتيفيتي من البي سي هذا للراوتر، من البي سي هذا للراوتر، الشبكه كامله شغاله خلاص ممتاز. يعني خذ من يمين ليسار، من يسار ليمين، وسط اثنين، هذا الطريقه خذ راندوم. خلاص الكونكتيفيتي، هذا طبعا في الاخير الكونكتيفيتي كامله. انا البدايه بقول ايش؟ لان احنا بنينا كذا، سوينا كذا، تشرح. طيب الى اي مدى الشرح؟ الى درجه انه لما ياتي شخص ثاني يستلم البروجكت حقك يستطيع انه يطبقه بالضبط مثل ما انت سويته. واضح؟ فانت راح تحط الخطوات، احنا عملنا كذا، الان جالسين نعمل كونفدريشن لكذا، الان جالسين نصلح كذا، واضح شباب؟ هذا كله تبع الامبلمنتيشن. بعدها بيكون عندنا ايش؟ تيستينج. يلا هنا طيب تيستينج، معلش تيستينج لا تخلونه في الامبلمنتيشن، تيستينج بيصير وين؟ تحت. تيستينج للكونكتيفيتي، تيستينج لل ايش اسمه؟ اخر شيء يعني بالضبط تيستينج حق ايش؟ البي بي ان، تيستينج حق الفي ار. جميع خطوات العمل تعملها تيستينج وتحطها، وجيد انك تضعها برضو في تيبل. طيب حتى تكون واضحه، هذه الخطوه هذا اللي قابلنا، عملنا كذا شرحناها. طيب او لا، نقطه تحتها شرح، نقطه تحتها شرح، تعدادها. طيب يكون معنا بعدين المينتنس. المينتنس تبين فيه ايش الاخطاء اللي وقعت فيها اثناء الديزاين وعدلتها. ضرورية لو حصل عندك مشكلة، كيف؟ بالضبط موجود، وهذا ما يضعفك، هذا يقويك. احنا عندنا توجس، انا اخطيت، انا ما في حبيبي احد يسوي شبكة من اول مرة. هذا يعطيك قوة ومصداقية. يعني فعلا هنا واجهت مشكلة ما ضبطت معك، وثقها وحطها في المينتنس. او هنا اخطأنا، دخلنا الاي بي غلط، هنا دخل طب حطها في المينتنس. هذا صار معنا خطا فلان وعدلناه هنا. واضح؟ واضح شباب؟ هذا يعطينا ريلايبلتي،
هي فعلا موثوقيه فعلا جالس تسوي على البروجكت بشكل صحيح، مو مجرد بصوره وجالس تحاطها واضح. طيب بعد كذا يكون معنا ايش؟ المينتنس شرحناه وكذا نكون خلاص اتفضل. طيب كذا اتفضلنا اي شابتر؟ الميثود. قلت لكم شابتر الميثود هو ايش؟ المشروع. اعطى قلبي المشروع شابتر الميثود هو المشروع. فهنا كيف تتفنن، كيف تستخدم الصور، كيف تبرز مشروعك، كيف كلها طريقه. ومثل ما قلت لكم اكد هو في الاخير كيف ايش؟ ها لو يجي شخص ثاني مجموعه ثانيه تشوف مشروعك تستطيع انها تعمل لها ابلكيشن، تستطيع انها تحكي طيب تعمل مشروع. واضح النقطه؟ ها في شيء مش واضح؟ بس في عادة كذا لما نقول في المعتقد انه في شابتر انه في شابتر اللي هو بالضبط شابتر نكتب حاجه تحدد اللي هو ملخص ولا حاجه. اوكي لا لا ما تكتب على طول. اي طبعا جيد انك تبدا دائما انتروداكتوري سنتنس، يعني حط جمله مقدميه، هذا يعني مقدمه جمله ما تكتب انتروداكشن. This chapter talks about how we conduct our مثلا experiments, how we conduct our work, how we الى اخره. طيب حط جمله افتتاحيه اي شيء. This chapter is a method chapter. تبين لي انك يعني في هنا نسميها ايش؟ لا راشناليتي يعني في اوكي بالضبط في تسلسل، ما احس انك بلوك 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 جالس حاط لي قطعه. طيب ففي ربط بين الشابتر اللي قبله واللي هذا. حلو برضه انك تقول في الشابتر الماضي تكلمنا الدراسات السابقه، في هذا الشابتر انه راح نتكلم عن كيف احنا عملنا البروجكت حقنا. حلو برضه تخلص المقدمه في البروجكت حقنا في الميثود تبعنا راح يتكون من خمس مراحل، وش اللي حاطها هذا؟ بلاننج ديزاين كذا، وش راح كل خطوه؟ بلاننج ايش تعني؟ ديزاينينج ايش تعني؟ رتب نفسك يعني هنا كيف تتميز بالدرجات. واضح شنو؟ وقلت في البلاننج تتكلم عن الخطه اللي نتبعها؟ اي احنا راح نعمل يعني احنا راح نعمل كفريق، راح نعمل كذا، حلو برضه رائع جدا انك تحط تايم لاين شيت. ها؟ تعرفون التايم لاين شيت؟ يعني مثلا وقت انتهاء المشروع؟ لا في الميثود بالضبط، يعني مثلا تايم لاين شيت الاسبوع هذا احنا بنبدا كذا، اليوم هذا طبعا هذا الشابتر ماكسيمم 2 ويكس خلاص خلال اسبوعين ان شاء الله عليك تقرونه، لان بعده ايش نبدا ايش؟ كم باقي لنا؟ اربع اسابيع. اربع اسابيع. اربع اسابيع. طيب باقي لا 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 اربع اسابيع والاسبوع الرابع نص لا اسبوع خامس احنا الثامن الان. نعم يكون معنا الثامن والتاسع عشر 11 مع اجازه يومين احنا شلنا يومين ما احتاج تشوفون يشتغلون خلاص. طيب انا راح اساعدكم بطريقه سهله عليكم. طيب كيف؟ ما راح اعرضكم موعد، راح افتح الميثود الى الى قبل الاختبار. طيب الى قبل الاختبار، لا اقصد قبل الاختبار يعني خلاص الاسبوع الجاي الاختبارات الوقت اللي بختبركم، وراح اشرح لكم خلال هذه الاسابيع كمحاضره كل اسبوع محاضره. باقي لنا ايش؟ تستنى